الخير من القاهرة والناس ونشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز العناوين. الرئيس من برلين: مصر ستظل وطناً لكل أبنائها دون تمييز. مصر: إشادة ألمانية بقانون الاستثمار الجديد. تشريعية البرلمان توافق على اتفاقية تيران وصنافير. رئيس أئمة فرنسا: قطر تمول الإرهاب في أوروبا عبر الإخوان. وإليكم تفاصيل النشرة. مصر ستظل دائماً وطناً لجميع أبنائها دون تمييز، هذا ما شدد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله الأنبا دوميان أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في ألمانيا. وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس أكد خلال اللقاء على اعتزاز مصر بأبنائها المقيمين في الخارج باعتبارهم سفراء للوطن يعكسون ما تحمله الشخصية المصرية من قيم أصيلة، مشيرا إلى أن ضربات الإرهاب لن تنجح في ضرب الوحدة الوطنية في مصر، فالمصريون واعون تماما بأهمية توحد صفهم واحدا في الخارج والداخل في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية التي لا تقبلها الأديان ولا الإنسانية، فيما أكد الأنبا دوميان قيام الكنيسة القبطية في ألمانيا على بذل الجهد للتواصل مع المجتمع الألماني لنقل الصورة الحقيقية عن الأوضاع في مصر وأيضا تصحيح الأفكار الخاطئة في هذا الشأن. هذا وقال سامح شكري وزير الخارجية إن ألمانيا لم يكن لديها وجهة نظر مخالفة في قطع العلاقات مع قطر، لافتا إلى أن ألمانيا ترغب في الاستماع إلى حقيقة الموقف المصري والعربي ضد قطر. يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى صباح اليوم الثلاثاء سيغمار جابرييل وزير الخارجية الألمانية، وأشاد الرئيس بالعلاقات المصرية الألمانية الوثيقة مؤكدا حرص مصر على الاستمرار في تعزيزها والارتقاء بها إلى آفاق أبعد، وخاصة في ضوء التواصل المتنامي بين مسؤولي الدولتين خلال العامين الماضيين. وفي برلين أيضا قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إن المستثمرين والشركات الألمانية أشادوا بقانون الاستثمار الجديد، وأكدوا على رغبتهم في ضخ استثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة، موضحة أن المستثمرون الألمان كانوا يحتاجون إلى إطار تشريعي يعملون من خلاله، لافتة إلى أن الرئيس السيسي أشار في كلمته أمام الشركات الألمانية إلى أهمية قانون الاستثمار الجديد ضمن الإجراءات التي اتخذتها مصر لتحسين بيئة الأعمال، فالقانون وحده لا يكفي والأهم هو الإصلاح المؤسسي وتنمية المهارات. كما كان متوقعا، وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية تيران وصنافير بأغلبية 35 عضوا من أعضاء اللجنة مقابل رفض 8 أعضاء. كما وافقت اللجنة على إحالة الاتفاقية للجلسة العامة وفقا لحكم المادة 151 من الدستور، وذلك بعد التحقق من عدم وجود مخالفة دستورية تمهيدا لإحالتها للجنة المختصة. ومن المقرر عقب موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على الاتفاقية أن تحال إلى اللجنة المختصة وهي لجنة الدفاع والأمن القومي. وفي باريس طلب الإمام حسن شلغومي رئيس أئمة فرنسا الحكومة الفرنسية والمسؤولين في الاتحاد الأوروبي توضيح موقفهم من قطر التي يتم اتهامها بتمويل الإرهاب، متسائلا كيف يبرر قادة فرنسا وأوروبا صمتهم، قائلا في أول تعليق له على الأزمة القطرية: لقد حان وقت وقف النفاق والعمل لحسابات وأجندات ذات أهداف معلومة للكثير، مضيفا أن الدول العربية تحركت من أجل مكافحة الإرهاب ولا بد أن تتدخل فرنسا وألمانيا وإنجلترا ويكون لهم دور بارز بخصوص هذه الاتهامات الخطيرة، مؤكدة أن قطر تمول الإسلام السياسي في أوروبا عبر حركة الإخوان المسلمين الإرهابية. استرداد أثري: حيث سلمت الجامعة الأمريكية لوزارة الآثار 5000 قطعة أثرية تعود لعصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والتي كانت بحيازتها منذ ستينيات القرن الماضي وتعود لمختلف العصور التاريخية، وإن كان أغلبها يؤرخ للعصر اليوناني والروماني، وقد تنوعت ما بين تماثيل أوشابتي وأواني فخارية وأقنعة خشبية من العصر اليوناني الروماني وبعض شواهد قبور من العصر القبطي
ومسار جاذات بريق معدني من العصر الإسلامي. نهاية النشرة، إلى اللقاء.